حياكم الله متابعينا الأحبة. أنا الآن أقف داخل أكبر مقابر العالم، مدينة الأموات، مقبرة وادي السلام. نعرف إحنا العراقيين وأغلبنا تزدحم بينا الصعاب وحياتنا مليانة بالمآسي، لكن هل من المعقول أن نعيش في مدينة الأموات؟ أن يكون سكننا وإحنا أحياء في هذه المقبرة؟ في الدقائق القادمة من هذه الحلقة الاستثنائية لبرنامج المهمة راح نثبت أنه كثير من العراقيين قضوا سنين من حياتهم داخل مقبرة وادي السلام وهم أحياء، والبعض منهم فارقوا أحبابهم أبنائهم واضطروا أن يجاورون قبورهم، والبعض الآخر يمتهنون مهن عديدة داخل مقبرة وادي السلام. بهذا الوقت راح نتجول فريق عمل المهمة داخل شوارع المقبرة، وراح نلتقي بأشخاص كل حياتهم هنا. ابقوا وياي. عدد من البيوتات اللي موجودة واللي بيها ناس عايشة أصلاً داخل المقبرة، ليش عايشين؟ هل مسموح لهم أن يعيشون داخل المقبرة؟ شنو تفاصيل حياتهم راح نعرفها. حاول ندخل واحد من هذه البيوتات اللي موجودة هنا. بيناس حسين، هذا بيناس؟ منو؟ قواك الله، قويك بعد قلبي. تسمح لنا احنا قناة الفرات، تسمح لنا ندخل؟ الله يحفظك. يا الله، ابو مسلم عمري، ابو مسلم حضرتك، ابو حبيبي انا مسلم، ابو مسلم قلبه ملشوم من يعني في لقاء سابق لاحدى القنوات للاسف، ظاهر قبل كم سنه تقريبا، يمكن 5 سنوات او 6 سنوات، انه وعدي بالظاهر انه اكو بيت والواقع انه اجار وسنه واحده، اجار 3 سنوات، بعدين صار سنه واحده، الاثاث كله تجديد تصوير، بعد الاثاث كله قديم بقديم. قلنا احنا ما نوعدك بشيء، بس نريد نعرف شنو وضعك انت هنا. والله وضعي يا قلبي، انت اللي شوف مثل ما تقول عينك ميزانك. كم ولد عندك؟ عندي 3 ولد. 3 ولد و6 بنات. كلكم عايشين بهذه الحجره؟ اي كلنا هنا، والدتي هم توفت هنا. الله يرحمها. بهذه الحجره؟ اي بهذه الحجره. زين، داخل المقبره؟ داخل المقبره ويا الموتى يعني. ويا الموتى عايشين. كم سنه صار لك؟ يعني ويا هسه صار لك 15 سنه. هذا المكان زين حلالك شنو شلون؟ والله هاي ناس من بغداد هم انطونا اياه. هم انطوك. ولحد الان خطيه ما مقصرين. هم وياك. اي يعني طبيبي هم يودون، ديكم اهلي تعرضوا اي يعني تمرضت خطيه، خابرت لهم هم اخذوها ودوها اهل المقبره. زين، انا بدي اسال سؤال، يعني الحياه وسط الاموات والعيشه وسط الاموات هذه شلون توصفها؟ صعبه، خطره؟ هسه ما بيها خطوره هي ولا خوف ولا جانب الصعوبه، وين انه انت جاي هنا؟ والله الصعوبه والمشكله، انا مثل ما اقول عمري خلص بعد ما ابغى شيء، يعني كنا راويك هذا عمرك خلص بالمقبره؟ بالمقبره بعد ما مستهمله، هذا جهاز سكر بجيبي. جهاز سكر؟ اي والله. زين، أمر خلص، بس المشكلة مستقبل جهالي شلون؟ مستقبل مجهول. مجهول، لا راتب، لا مثل ما تقول بيت، حتى لو عرصة 50 متر هم بركة قطعة ناوي. أرض 50 متر؟ اي والله. اي ماكو 50، بس قطعة نريدها ما أريد كل شيء، مرة احنا نبنيها شلون ما كان، هم ماكو. هم ماكو. اي والله، كل ما نجي يوعدنا يوعدنا كل شيء للأسف. للأسف. وما ظهر للإعلام مخزي. اي والله، اي والله. بس كاميرتكم هنا شباب؟ هاي فوق المرة والجهال، وانا هنا بالقاع، يعني ليش هسه مسويت لهم؟ اول شيء عقارب، حيايه، دود، اشكال ورناق. عقارب وحيايه هنا بالمقبرة؟ اي والله. حد امس والله قتلت حيه، حد امس. حد امس. بيناتنا ابو فاضل. انتم عايشين هنا بهذا الحجرة؟ اي. وهذه فراشاتكم ووسط العقارب والحيايه. والحيايه. زين، ونقول الحمد لله والشكر، يعني ما بيدنا شيء. ألف الحمد لله والشكر. ايه. كنا هسه موجوده المره وجه. للاسف ابو مسلم لسانه يقول للاسف، رضينا بالبين والبين ما رضى بينا. ايه. هو راضي بهذا العيش، عايش بالمقبره وسط العقارب
والحياية وبهذه الحجرة هو وثلاث أولاد عنده. ثلاث أولاد وخمس بنات. وخمس بنات هاي ثمانية وأنت وزوجتك عشرة. عشرة هي كنا 12 والدتي توفت. الله يرحمها. كنتوا 11 مو 12. إيه 11. كنتوا 11 والدتك توفت وبقيتوا عشرة. إيه. كلكم بهاي الحجرة؟ كلنا بهاي الحجرة. يعني عشرة أشخاص ينامون ياكلون. كلنا هنا. حياتهم هذا وين هذا مطبخكم؟ إيه هاي. هذا مطبخكم هنا. عشر أشخاص، عشر عراقيين عائلة عايشة بهذه الحجرة. للأسف رضى بالبين، رضينا بالبين والبين ما رضى بينا. راضي بهذه العيشة وسط العقارب والحياية بنص المقبرة وغرفة واحدة واللي عايشين بها عشر أشخاص، وفوقها إنه وسائل الإعلام للأسف تجي تضحك عليه. إحنا اللي نشوفه بالصورة إنه من طيبية من طي أثاث هو كذب. يعني انت احد ابناء ابو مسلم، شاب خجل انه يطلع شكلك بالكاميرا، شنو اللي تريد تقوله انت؟ اريد اقوله بس يساعدونا، والله هاي جت علينا مال كارونا خبز يابس مقبط، الله وكيل خبز يابس والعباس الحمد لله وشيخ والعباس حشر علينا الطماطم نتغدى ما نتعشى خبز يابس. اي والله خبز عندنا يابس يظل بالثلاجه قمنا ناكل بيه. هاي موجودة الثلاجة. تاكلون خبز يابس؟ اي والله. هاي قدامك. يعني واحد يحكي مات الله مو يكذب. لا ما تكذب على شنو تكذب؟ فقر مو عاد. انت ايش قد ايش كم سنة ويا اهلك هنا عايش لو شنو لو؟ ولدت بالمقبرة. انت انولدت في المقبرة؟ اي. ولادتك هنا وعيت على الدنيا؟ ايه. شفت انت بنص المقبرة؟ بنص المقبرة. لا شفت ناس لا مجتمع لا. قضيت عمري هنا. قضيت عمرك لا تطلع سوق شيء ماكو والله ذاك اليوم. ايه ابوي راح حطب لي ما عندنا فلوس فسخ الخطوبه. خطب لك؟ اي مره. ايه. ما عندكم فلوس تنطوهم مهر؟ اي فسخت الخطوبه. اي والله. ايش قد هسه انت عمرك؟ انا هسه عمري 17. 17 سنه ولادتك بالمقبره. ايه. جنت مدرسة دراسة شيء؟ شي ماكوش عمرك كله ما شايف مدرسة. عمرك كله؟ اي والله. ابد ما داخل مدرسة ولا شايف؟ اي والله. ولا تعرف تقرأ ولا؟ كل شي ماكو. كل شي ماكو. لا وجهنا احنا مثل ما اقول مثل موتة حالنا حال الموتة. انتو حالكم حال الموتة؟ اي والله. والله من هذا السرداب جو المجمدة هاي يطلع السلابيع يطلع حياية يطلع عقارب. شو تقول شو تقول؟ اقول يا ربي من غرفة على نتمنى نموت اليوم قبل باكر. توقع علينا كلنا تموتنا كلتنا احسن ما توقع واحد واحد. لا ان شاء الله صح. ليش أيوة. تتمنى تموت اليوم قبل باكر؟ والله شاشينا حياتنا بالمقبره قاعدين تو برا انا وياه. يقول لي ابوي ما تزوجني. يقول لك اي والله العظيم هضمني هو صديقين. ابوي ما تزوجني. قلت له ما يصير خاطرك الا طيب. ما يصير خاطرك الا طيب. وانتو هذا الخطوبه وانفسخت وراها. اي والله. سلو راويك هسه تو راح لمسك راب هسه راويك يا هنا. والله شوف هاي سكراب هسه لميت هنا عتيق ما عتيق يجمع حني يروح يبيح. اسمك بالخير؟ حسين. حسين، ايش قد عمرك حسين؟ 18 سنة. 18 سنة. تشتغل هسه هذا واضح ذني دبات ماي ورد. مضبوط. بسطية مال ماي. بسطية. هسه انت مخلص شغلك لو شنو وقت؟ جاي عزل وانت خوش. ايش قد عمرك واشتغلت هنا؟ ايش قد صار لك؟ عمري 5 سنوات. عمرك 5 سنوات وجيت تشتغل بالمقبرة؟ 5 سنوات. واحد عمره 5 سنوات طفل بلش يشتغل بالمقبرة؟ اشتغل احسن من ما انحرف او اتجه الطريق عوج. شلون بدات قصتك ويا الشغل حسين؟ 5 سنوات شلون؟ 5 سنوات جيراننا شفتهم يرحون. ايه. هم بقد بعمري. ايه. يرحون يطبون المقبره يجيبون فلوس ويجون، فرحت وياهم يوم من الايام. ايه. لم دبات
لنا دبات. ايه. نلمهن ناخذ لنا علمن شنو ساني. ايه. هاي سب بسطيه يشتريها. ترسهن من بير ما انت ترسهن؟ لا ما ترسهن. اه. علمهن فارغات. ايه. كل 5000 فارغات. خوش. البسطيات ابيع لهم. تبيع لهم. ايه. بعدين طور شغلك. طيب. زين ماكو اخو عندك ابو ليش انت جيت تشتغل بخمس سنوات عمرك؟ اخوتي صغار. اه. اي وانا كبير. ابوك وين؟ ابويا ببغداد. يشتغل لو شنو؟ كان يشتغل ببغداد ببحيرات. فراح من عندها وما اجانا. راح وما اجاكم. انقطعت اخباره. فبقيت تشتغل انت؟ ظليت اشتغل ولحد ما رجع ابويا انا هم ظليت اشتغل. ظليت تشتغل؟ اي. ما عندك مشكله هنا بالشغل داخل المقبره؟ سوقت متاخر هسه. ما عندك مشكله. ماكو اي مشكله؟ اي ماكو مشكله. خوف ماكو هنا؟ مين اخاف؟ اخاف من طابوق وحديد. هذا طابوق وحديد وموته. خوفك من اليمك من المجتمع. يعني المقبره ما تخوف؟ ليش تخوف؟ هذا طابوق. المجتمع اللي يخوف مو المقبره؟ اي والله. تنام هنا تباتي هنا مرات؟ بالزيارات اي. تباتي هنا؟ صادف باتي. ما عندك اي مشكله؟ ما عندك المشكله. هنا امان بالعكس، هنا انام واقعد لا انباك لا يروح من عندي شيء لا انضرب. بس هناك بنص المجتمع اذا نام هناك وين؟ القى ملابسي ما همه. اي يابا والله بنادم يخوف. بنادم يخوف. خوفك من العايش وياك. خوفك من العدلين مو؟ والله الميت ما يخوف شيء. لا ما يخوف. ميت شكو واحد يقول مقبره تخوف؟ كذب. والله هذا مخبل. هذا مخبل. والله مخبل. الصحيح انه ماكو اي خوف هنا. ماكو كل خوف. امان. امن من المجتمع والله. أأمن من المجتمع. والله أأمن. حالات تصير هنا لو موضوع طبيعي كلش. موضوع طبيعي. كمان حياة طبيعية. حياة طبيعية ماشية. كلش طبيعية. كلش كلش. ماكو أي حالات وكذا. ماكو. ماكو. بس أكو ناس يعني يجيبون أهاليهم الكبار يقطفوهم هنا بالمقبرة ويرحون. ويظل كبير هنا يظل بالمقبرة عيشته. يعني يشمروهم هنا؟ يجون يشمروهم هنا. هسه راح اجي. هسه راح اجي. بعد ما شفت. ايش قد هاي الحالات؟ هواي. هواي انت شفتها خلال اي سنوات؟ هواي. دائما صادف هاي الحالات؟ دائما. 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 مرة انقطف بالساس اللي قدام. انقطفت بنية بتنكة بالقماط. بالقماط وشمروها؟ والله سيارة متافه قطفتها وراحت. اهلها شمروها؟ هاي ابنية وين ما تسال عليها موجود السالفة. معروفة هاي؟ معروفة هاي السالفة. وناس كبارهم يجون اهلهم يشمروها؟ يجون اي. العاجز. العاجز. والله العظيم ينقطف هنا ويروح. اي يابا. يعيش هنا احسن من عيشتهم، وهو بعد من تجي تريد تاخذه ما يطلع. اها. يعني من تجي تريد تقول له اريد اطلع من اريد اطلعك من القبور او لقيت لك عيشة هناك. او انا اتحمل مصاريفك او سكنك يقول لك لا هنا سكن احسن. هنا سكن احسن. والله بعد من الحالات اللي انت شايفها اكيد انت. هذا عمر من الخمس سنوات ل 18 سنه هوايه. 13 سنه. 13 سنه بالمقبره. فانت مختار صاير هنا. صحيح. صحيح. شنو الحالات بعد اللي تعرفها؟ عندنا مغيه شويه بعد مسافه منا. مغيه هاي عايشه بسرداب. بسرداب عايشه؟ هي وجهالها اثنين. ليش عايشة بسرداب؟ ما عندها. بسرداب؟ بسرداب. تعرفها؟ تعرفك هاي المرة؟ هاي اللي قدام. وين هسه؟ هذا السرداب قباله. ضوى بي هذا السرداب. اي هي هاي المرية وياها بنية ولد. عايشة هنا. يا اخي شو اخذ لنا طريق هسه؟ معلي معلي يا الله ها ويا اي واد يصورون نقدر ندخل معلي؟ تخيل انه ناس عايشه هنا. تفضل ابو حسين. دير بالكم شباب. يا الله. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. شلونك اخوي؟ الله يسلمك. شلون الصحه؟ الله يخليك. احنا قناه الفرات نقدر نسولف وياكم؟ الله يسلمك. نقدر يعني نسولف وياكم نصور؟
قواك الله خير. يوعافيك. انت حياتك هنا برا شنو هسه بسرداب جابنا حسين عليك؟ ما عندي سكن. ما عندك سكن؟ ما عندي. يعني ما بيتش داخل السرداب؟ اي من تبرد الدنيا هنا انزل، ولا الجو كان حار بالصيف فوق نقعد. فوق؟ اي. تنامون؟ نام اي. ذول اطفالك؟ اي هم ذول اطفالي. يعني ايش قد اطفال ذول؟ اثنين عندك اطفال؟ عندي لا خمس اطفال. خمسه ثلاثه وين هم البقيه؟ ثلاثه يعني هسه عندنا سمعت يعني منتشرتهم كل من مكان، يعني تمرضوا وقمت اوديهم الناس، اكو ناس تقبلهم اكو ناس ما تستقبل واحد. هاي شلون؟ اي والله. يعني وين وديتهم ناس شلون يعني؟ اكون وابني كبير وديته عند رجال يشتغل عندك يوميا خمسه يعطيك طال الخمسه حسب السكن مالته. يعني يعتبرها سكن؟ سكن اي. هو فندق عنده شنو هذا؟ يعتبرها سكن، ما حد يلف واحد. ما حد يلف. ما عندنا ايجار، ما عندنا ندفع بالايجار، ما يعرف ماكو، يفضحني بالشارع قدام الناس وتحشره ورامه، خلينا وطلعنا من البيت. ايش قد صار لك انت هنا؟ صار لي 9 اشهر. 9 اشهر ساكنه المقبره؟ اي 9 اشهر. واطفالك ثلاثه البقيه بعيدين عنك؟ اي بعيدين كل من عندنا. هذا زوجك وين؟ انا مطلقه. انت منفصله؟ اي منفصله. ما عندي. بالتالي اذا انت منفصله ما لهم حقوق ذولا؟ ما عندهم. ابوهم مو خوش انسان، ما هو ما نعرفه وين هم مات. اقرباء اهل عندك؟ عندي بس ما حد يلف واحد. حتى اهلك ما يلفوك؟ ما حد يلف واحد. يعني اهلك متفرين منك؟ لا، ابوي وامي ناس كبار، هم قاعدين بيت اخوي ومرت اخوي، ما تلف واحد. ما تلف واحد، واخوتي الباقيين كم متزوج، ما حد يخلي واحد يدخل على عائلته. يعني ابوك وامك قاعدين بيت اخوك؟ بيت اخوي. مقعدين هم مات. مقعدين. وماكو مكان انه تبقين وياهم بالبيت؟ لا لا ابد. اكثر من مره رحت وطردتني مرت اخوي. اكثر من مره رحت وطردتك مرت؟ اي اكثر من مره. اخوانك الباقين عندك اخوان؟ كل من يعني قاعد، ما حد يخلي واحد يلف. يوم وثاني يوم البات، اليوم للصبح نسوانا وطردنا. باتين ثاني يوم طردك؟ اي اي اكثر شيء بات يوم. خواتك اقربائك عشيرتك؟ ماكو، ما حد يلف واحد، ما حد يتحمل واحد. من يتحمل خمس جهال وانا 6 نفرات من يتحملهم؟ الناس تعيش جهاله ما تعيش الاخرين. زين انت شلون مدبره عيشتهم هم ذول؟ شو تسوي؟ ماكو، اقعد مرات الصبح لمن دني دبات مات الماي ابيع كل 10 بألف اطلع، لو احصل مرات ومرات لا ما احصل. يعني ذاك اليوم دنيت الايام تبرد الدنيا بردت، جهالت مرضوا يعني حتى لا عندي شيء وصل للمستشفى لا عندي فشي، ظلوا يومين وسخنين حد ما بعدين رحت مستشفى الزوار وصلوني. شنو ما عندي شيء؟ ما عندي كروه، لا ما عندي كروه ولا عندي علاج لهم. زين انت هسه وين رحتي؟ ماكو مكان تباتين بي غير هذا المكان؟ ما عندي، ما خليت. انت جهيت شغل ما حصلت، ما حد يشغلني وانا عندي اطفال وياي زهر. ما حد يشغلك؟ اي اتجهت الدائريات حكومه دائرات، ما حد يقولوا لي نسويك راتب كله كذب، ما حد، وقالوا نجيك كله كذب. يعني راجعت دوائر؟ راجعت حكومة. راجعت اي دوائر، حتى رعايه ما خليت. رعايه ما عندكم؟ ابد، حتى ما عندنا مصدر رزق. ما عندكم؟ ما عندنا. قطعت بيك السبل كلها؟ كل شيء ما عندنا، غطوا فراش احنا ما عندنا، الزوار جو هنا اعطونا بطانيتين وهسه ما عندنا، ما لقيتهم ضايعات. لقيتيهم ضايعات؟ اي. زين حياتهم ذول انت ما تخافين عليهم هنا؟ هنا من احسن من شارع. انت هاي 9 اشهر شلون متحملتها؟ بحرها بردها؟ والله شبعنا حر وشبعنا بارد. زين هاي بنتي شبن ايش قد عمرها؟ هاي بنتي صار عمرها 1.5 سنة بس هي ضعيفه يعني جهال. سنه ونص هاي حياتها بالولاده لسه بالمقبره. حياه بالمقبره صعبه مخيفه؟ طبعاً صعبه طبعا. انت مره وحدك؟ اكثر من مره ذول اهل الدراجات بالليل يتجاوزون علي بالكلام ويغلطون علي. اظل احفر مرات باب السرداب، مره اكو مره تجي هنا مريه اسمها ام فهد هم مات ساكنه بالمقبره، مرات اكو ولد هنا يبيعون مي وريد يظلون قاعدين للصبح. اامن اذا موجود واحد مقبره او زياره اامن بزياده. انت هسه شلون توصفين هاي 9 اشهر حياتك بالمقبره؟ ويعني شو وصفها؟ يعني مي ماكو، اكل ماكو، جهال يبردون يحترون. يعني اول ذاك اليوم قلت لك تمطر الدنيا حرت، شلون اشيله ما اروح فيهم مستشفى؟ زين لاكو زوار، لاكو بيهم، لاكو حفاره، لا دفانه، ولا عندي كروان انقلهم. يوم صار الفجر جو زوار وصلوني مستشفى. عشرات الأشخاص اللي موجودين داخل المقبرة يمتهنون بيع
ماي الورد والبخور اللي لفت انتباهنا بطريقنا هسه رايحين يا فتح للسادسه رايحين للسادسه بالطريق هذا الرجل ويا الاطفال اللي قاعدين شنو ما بردانين هنا؟ بردانين سلام عليك شلون اخوي؟ شلون الصحه؟ احنا قناه الفرات يا اهلا وسهلا بكم كل خطوه 100 هلا يا اهلا ومرحبا اطفالك هنا قاعدين؟ اي والله دول اطفالي هذا هاي بنيتي هذا ابن اختي هذا اي والله هاي بنيتي ذاك جوا منو؟ هذيك هم بنيه عمو شوكم اقول لك شنو ينامون هنا؟ ها اي والله على مود هاي العيشه يا ابن عمي على هاي العيشه على هاي الدباب على ذني والله شو اسمك انت؟ دعاء انت بالمدرسه؟ لا والله ليش؟ ما كل حاله ما تساعد وما اخليها ايش قد عمرها؟ والله هي بالست سنين سبعه ثمانية انت عمرك ثمان سنين؟ اي والله شو عمو شو بل؟ انت عمرك ثمان سنين؟ والله الحاله ما تساعد خلينا نسولف وياها ما يخالف سولف عاده عاده دعاوي ثمان سنوات عمرك ايه داخل المدرسه؟ لا ابد؟ ابد ولا شايف المدرسه؟ لا شايف انت ما تخافين هنا تجي للمقبره؟ لا اخاف تخافين؟ ايه بعد شنو يجيبك هنا؟ على مود بابا تساعدي؟ ايه تشتغلين وياه انت هنا؟ ايه باعيلي ايش كم يوم تبقين هنا؟ أربعة أيام أربعة أيام تروحين للبيت؟ باردة هنا عليكم تحبين المدرسة أنت؟ أبوي ما درسني أبوك غير ما والله إيش إيش سوى الحالة ما ساعد ابن عمي أبو من؟ أبو سجاد أبو سجاد أي والله أطفال إيش قد عندك أطفال؟ أنا عندي عندي دولة اثنين ثلاث بنات وثلاث ولد هذا كلهم مستحقين مدرسه وما والله العظيم بس كبروا وحتى هم من ماكو فلوس قعد وسكت وصل للسادس وقعد والله قعد وسكت بعد قال ابوي ما اقدر مليت اللي عنده والما عندي حتى حلقه امه ضاح شو تسوي؟ ما نقل حتى حلقه امه اي والله الحلقه انا جبتها من قالت له ما عندي شلتها بعتها وقلت لابوي هاك يا شو تسوي؟ وش تسوي؟ هم قضاها وقعد سكت عمك تحبين المدرسة تريدين تروحي للمدرسة؟ اي عمو وصديقاتك بالمدرسة؟ اي وما تقدرين تروحي للمدرسة لأن ما عندكم ماكو ماكو والله حتى المدرسة قريبة علي أنا من يوصل بيك الحال ضعف الحال أنه أطفالك وياك بهذا العمر كاتلهم البريد وبنص المقبرة وما تقدر ومستحقين مدارس وما تقدر أنه تدخلهم مدارس وتصرف عليهم دا يقول حلقة أمه بعتها هذا فقط واحد عندك اللي يكمل السادس والله واحد هذا الكبير الحلقة قال بويا أيه بعد ما عندي فهذه هي المأساة الحقيقية مأساة الناس اللي عايشين بالمقبرة هنا اللي على هذه المهنة بيع مي الورد والبخور ومجازف هسه انت باطفالك انت جايبهم وياك شو تسوي اطفالك بهذا البرد باردة كلش بارده والله العظيم بيناتنا الله ذاك اليوم صار هي هيك يومين والله العظيم متغطي ملابس هاي قمصله وبعد وياها قمصله ولابس هذا بطانيه حاطه على متونه وقاعد ارجف أشهر وأقدم مهنة داخل مقبرة وادي السلام داخل المقابر بشكل عام اللي هو حفار القبور المئات منهم اللي ينتشرون مجرد ما تجي مكالمة ألو عندك بفلان مكان بفلان فتحة كنت تحفر بهذا المكان هو يندل المفترض كل الأماكن يندلها داخل مقبرة هذه المساحة الشاسعة الواسعة هو يندلها حتى يجي ويحفر القبر بالوقت اللي مطلوب منه علي واحد من مئات اللي قلت عليهم اللي يشتغلون بهذه المهنه. قواك الله ابو حسين. قواك حالك. انت بدايه انت تحفر هذا القبر واجينا حتى نسولف وياك. اهلا. نعتذر اخرناك انت وقت محدد عندكم. عادي. دقيقتين ثلاثه راح ناخذ منك. ماشي. علي هذه المهنه اختارتك لو انت اختاريتها انه تجي تشتغلها. لا يعني عوز. العوز جابك. العوز. العوز ايه؟ اضطريت تجي تشتغل اضطريت ايه تشقد عمرك
انا مواليد 97 شاب. ايش قد صار لك تشتغل؟ صار لي 15 سنه تقريبا. يعني من طفولتك انت تشتغل؟ من طفولتي. لا اله الا الله، هذه الاصوات النياح لي جنازه هاي جاي جنازه يعني. هذه الاصوات البكاء عوائل جايين يدفنونه. علي تحدث عن هذه المهنه، الصعوبه وين بيها؟ صعبه هي؟ الصعوبه بيها انه تتحمل البريد والحار وتتحمل منه وجه جانا مطار. زين. ايه كون من يجيك تليفون مباشره كون تطلع ما بيها مجال. انا قلت من يجيك تليفون انت حافظ كل مناطق المقبره؟ ايه حافظ. علي الشغل بهذا الجو يموت القلب بالمقبره؟ تقريب. تقريبا. تقريبا. انت تشوف الحالات يعني هي ورا النفسية ترى. اي ورا النفسية اموات ويومية تدفن. اي يعني هسه ابسط شيء اللي يشتغل بمطعم او يشتغل بكافتريا مرتاح. اي بينما هنا تجي بين السماء والطارق يعني انت والقبور. اي بس بالليل صعوبة بيه. لا يمك ناس لا يمك مدري شنو، بين المطعم يما ناس والكافتريا يمها ناس. بس مو مخيف هذا الجو؟ لا مو مخيف. اريد نسولف عن حالات انه تجيكم شلون تعاملون هذه الحالات، حالاتك واحد ما عنده وانت شغلك بس على الحفور لوش الما عنده ونعرفه صدق ما عنده نسهل امره يعني بينما يعني تتنازل انت عن اجور شغله؟ تتنازل عن اجور شغله مجانا. مجانا في سبيل الله. في سبيل الله والما عنده مكان ها ونعرفه صدق يعني احنا نتبرع له بمكان بقطعه. بقطعه اجور الدفن والقطعه مجانا. والقطعه كلها مجانا. مجانا ايه. زين للما عنده فقط. للما عنده ايش قد تحتاج وقت انت بهذا الحفر حتى تحفر قبر وتجهز؟ هي ورا يعني القاع تطلع قويه تطلع مثلا اذا طلعت رمل كلش يعتبر يوقع الحفار. واكو يعني عندنا حفافير هواي ماتوا. ماتوا؟ ماتوا بهيك قاع. ليش ماتوا؟ رمل يدور عليه القبر يكتله. هاي شلون؟ ايه يعني انت تعرفهم؟ ايه اعرفهم حق المعرفه. ماتوا بهذه المهنه؟ ايه هواي. شلون مات؟ يعني هي ارض هشه هاي رمل؟ ايه هاي الهشه كلش ماكو من ينزل بها يفتر عليه القبر. يفتر عليه القبر؟ ايه. هاي نسمه الهواء الطايحه. يعني وينطمر هو؟ ايه راح. ويموت؟ انتهى. هو مدة البشر جوا القاع لا كلش كلش بالعشر دقائق ينتهي. ايش قد عندنا حالات شباب اللي ماتوا؟ هواية؟ هواية كلش هواية. تتكرر هذه الحالة؟ تتكرر تتكرر. وهواية اللي ماتوا؟ أكثر من بشهر اثنين ماتوا. حفار القبور يعني مهنة خطرة هذه. خطرة. الخطورة إنه ذا القاع هشة. لا القاع هشة. إي. انه تلتف عليه هسه هذا ابسط شيء هاي الشتاء هسه والهمر هم خطر عليه.